والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ شلونكم؟ مبسوطين؟ واليوم مقطع جديد عن فورت نايت. واليوم اخواننا راح نجرب معكم الطوره اللي تحديث الجديد، ولكن مع الطوره استاذ عبد الله حالك؟ الحمد لله بخير. طبعا يا اخواننا راح نجرب معكم طور اللي هو طور الزومبي اللي هو محارب في النهايه بوس. اول شيء راح نحارب الصغار على البوس. انا بس اللي معي بس مش عارف باقي معكم عشان شوي. والله قالت مش عاد إذا تذكرت خطة تحت الوسط. إذا تذكرت ترى ما أقدر. شوف نصح مني يكون خلاص عب كذا رصاص فل. وبعدين كذا شوف الحكاية المكملة. أنا بحاول أجمع أكبر قدر من النقاط. يب. لما أي شيء كذي يطلعك فوق تهرب كويف جلاد لا أي شيء. كذا أشجع أشجع. أشجع بس ما مين صايدة. طبعا انا في رشاش يكون غير نفس يمكن معي انا دا دينا معي في رسم من بعد ثلاث ثانية. طيب شايف تطورني في رشاشات كثير. اسمعني اذا تطور سلاح شيء دايما. اوكي. اوه لا لازم تذبح زومبي عشان تتطور. جيب لك حقته ولا انا ذاك البنسجي مكعب البنسجي. يلا يا بسم الله الحين نبدا. بس انا جمعت رشاشات خلصت. انا بفضل البنسجي. عندي زومبي كثير. صارت لي كمية زومبي. شوف نصيحة مني، إذا معك خلاص لا تستخدم الحين. استخدم متى؟ البوس الأخير. كان بمدك لأن مرة هي اللي ناقص. كذا عندنا دي كلها. ناقص. مو يزوم. في واحد من اللي عندنا مات. الحمد لله سلام. أنا ماسك هاي. أنا بأخذ ال. والله جام جام كده زومبي. يا سعد رح نتسعد. هاي صور
سات يما يا ساتر شو الخلط ذا بس تجيب الحين هاي الحين بس طلع محمي بس طلع بس هذا بس هذا حمية 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 هذا بس تحمي والله ما مسمين ها هذا رمد الأول بس جمل أيوة. الرصاص جمل الرصاص أوكي فيكس والله احتاج رصاص في المرة خوي اللي معاه لانشر والله لانشر هاي لانشر بخلي اخر شيء هذا خلنا نبني في النص هنا يمكن نستفيد منه بعد اتوقع اني بكون في هاي انا جميل برضه ودي من برج ثاني ما معي برج ثاني دي بحطه البني كان عنده في المكان الفاضي لكن خادي هذا خادي يمكن ما ادري تختم مش عارف يلا يلا بسم الله الزون هنا قدام فانا بطلع فوق ايه نايس اسمي سيارة في هذه الجنابي سلة بالراند ايزي هيا حسن الراند هذا يعني الثاني الثاني الأول ذاك خلينا بس اوكي نحتاج عشت مرض ضربني ذا الكلب في احد بس ساتر الزومبي دورة بس هاي الصفحة مشعل ما قلت لك لا تفضاش اذا محاول ان لم تنفسك هذا ما عليه يا الله خطف على بنتي ذا في زومبي والله ليش ما يموت اضرب صار يموت حاول اخذ اشياء هنا تفيد هي زومبي فيها يا ساتر حاول بعدهم طيب ايوه خلص يا سلام والله في ورا ما له معنى يا احمد ايش؟ ايش الشوت جن؟ اوه والله من يطير فرد اظن انت ما يفوت انا محب انا شوت جن بس استخدم الجيكس لا انا الحين انا استخدم شوت جن للصغار بس اما الكاتم والمتفجرات خلي للبوب حلوين ما دام طلعت انا بمسك توب مره
ايش هي فور اهتمام اللي فايت نادي اسمه هذا ايوه هذه يعطيك 8000 طلقه لازم تصنع هذا البوس صح ولا الباقي ما راح ما ادري راوند 2 بعد سباق ايوه شوف الماب والله او بوس 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 هذا 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 بوس هنا عشان السلاح حقه يعني ميديك اوكي نايس بوس بوس مرة 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 يا ساتر خلف اللي عندي مرة كثير ما يحد يعمل مرة يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله الناس كثير هنا الناس مين الزومبي ممكن بمثال أكثر تدري معي معي كثير من صارت أمضى والله حقيت أيرما أو بي أو بي ثاني حقيت أيرما ترى يا شخص أيه تدعيني لك أيرما ناس والله سفازة يا يرسل ها إذا في برج ففجر على صوت هذا قوة أخذ إيه إيه مات يا ساتر استر انا الحين بس اتدمج من الزومبي دمج يا صاحبي الحين البوس مش بقى اوكي كملنا رد ثاني الحين رد ثالث انت لك لو تلو تصير حظك اي شيء كذا ينفعك خلاط اي شيء انا حقت ايرون هذه اقسم بالله انها اسطوريه اي والله مرة عجبتني في متكل اثنين ما في بخار اوف تخيل تلعب ارينا وعندك الهيل هذا كله لو تلعب ارينا ارينا اكزبولا هي بس صح ولا اتوقع شوف الزوم بدا يتسكر يعني توقعنا سن ترزع مني خذ ماكش يا شكوير حتى ايرمان قل لاني ضيعت ابو غضب ما تشوف قال لي فلقيت عادي الجون بطيو برا ادفو والله حلوة يا حبيت الجون بعد ابدا ايرمان ساتر
انا ما في كور من دنيا ما شفت الحمد لله ما روح عند لوت اتوقع طيح حقة ايرون مان شيء اي والله طيح حقة ايرون مان يا ساتر انا بموت من ايه؟ ايش يسوى؟ زون بموت لاني رحت الزون حتى ذي مو حقة ايرون مان ناقص هذا كيف بلاش من ما قلت قل لي قلي لي ولا بس بس برا بس برا بس برا كيف ما هي يا بطل وين هنا شباب وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسونا اللايك والاشتراك في القناة مع السلامة